منتجين في هذا العالم الساحر. شوطنا الرابع والعشرين، شوطنا الرابع والعشرين، وهو الشوط الخاص باللقاية الجعدان المحليات الأصايل. نتمنى التوفيق للجميع، نسير بالصدارة، نتابع البداية والمقدمة. وأرى الزعيم من قاد المجموعة بشعار محمد بن سالم بن حاذة الاكتبي ينطلق بناموس هذا الشوط، يلي مع المركز الثاني الساعي لسعيد بن حمد بن دليلة بالويعة العامري، ومع المركز الثالث التقدم مع معوض لسعود بن علي بن حبيب الهاشمي يتسلل في هذه اللحظات في هذا الانطلاق الجميل والرائع. مع المركز الثالث رابع التحديات انطلاقة الطياري لحمد بن جعفر بن سهيل الاكتبي يتقدم على مستوى المركز الرابع، وخامسا من الجانب الاخر المارد احمد بن سهيل بن دري الفلاحي يتسلل ايضا بهذا الاداء الجميل مع المركز الخامس. وسادسا مشاهدينا متابعينا الكرام القدوم من الجانب الاخر، التسلل في هذه اللحظات، وملفت من بدأ يتسلل أيضا مع المراكز المتقدمة. ناصر بن راشد بن سعيد اليابري يقدم انطلاقة ملفت مع المركز الخامس. والسادس التحديات شاهين لعبيد بن حلوس بن ذيبان العامري ننطلق مشاهدينا متابعينا الكرام مع المركز السابع، كي أرى شاهين يتسلل في هذه اللحظات لمحمد بسريب الصغير اللي حافي، ومع المركز السابع التحديات أيضا مع معوض لسعود بن علي بن حبيب الهاشمي. ننطلق مع المركز الثامن، وأرى شاهين يتسلل في هذه اللحظات مع المركز الثامن. مطر بسهيب اللاحج الهاجري من يتابع انطلاقة شاهين، ولكن القادم ايضا نتابع راهب، بدأ يتسلل في هذه اللحظات مع المركز التاسع محمد بسعيد بن عضيلي العامري، والقدوم مع المركز العاشر. مشاهدينا متابعينا الكرام ارى التحديات من شاهين لحمد بن سالم بن حمد من يطبع العامري يتسلل ينطلق على مستوى المركز العاشر. هذه النتيجة مشاهدينا متابعينا الكرام، ندانا الأول للعشر الأسامي المتقدمة في هذا الشوط وفي هذا الاندفاع المثير والمغادرة، للوحة الاثنين كيلومترات ما تبقى عن خط النهاية. الصدارة والمقدمة مع الساعي، اللي يسعى بدوره لانتزاع ناموس هذا الشوط سعيد بن حمد بن دليلة بالويع العامري، من ينطلق مع الساعي، من يتابع الساعي بهذا الأداء المثير. ملفت مع المركز الثاني ناصر بن راشد بن سعيد اليابري يتسلل أيضا شعار اليابري على ظهر ملفت مع المركز الثاني. وأرى القدوم أيضا مع الزعيم محمد بن سالم بن حاذة الاكتبي يتقدم على مستوى المركز الثالث، بينما انطلقنا مع المركز الرابع بأرى المارد أحمد بن سهيل بن دري الفلاحي متابعا لانطلاقة المارد. من الجانب الآخر القدوم أيضا من وافي لسالم بن مهير بن محمد الاكتبي يتسلل، بشعار مصوب مع المركز الخامس بأول ندى. وسادسا شاهين لمحمد بسريب الصغير اللي يحافي التقدم، من الطياري لحمد بن جعفر بن سهيل الاكتبي. ومن الجانب الآخر غازي سالم بسعيد بن منانة من يتابع انطلاقة غازي يتسلل بأول ندى بهذا الانطلاق المثير. ولكن لنعود مع الصدارة، مع البداية، مع المقدمة، مع التحديات الجميلة، والتغيير، اللي طرى وجرى على المقدمة مع المعادلة للوحة الكيلو المتر الأخير. والخطير ملفت انطلق بالصدارة، قاد المجموعة ناصر بن راشد من سعيد اليابري بدأ يباعد المسافة، ولكن أرى الساعي مع المركز الثاني سعيد بن حمد بن دليلة بالويع العامري ياتي ثانيا، ومع المركز الثالث الوارد احمد بن سهيل بن دريد الفلاحي يتقدم ايضا مع المركز الثالث. ولكن ملفت هو الاقرب، لناموس
الروسي هذا الشوط بهذا الاندفاع المثير واللحظات الأخيرة، جولة الأوامر، جولة الأوامر النهائية، ولكن التقدم مع الساعي، مع الساعي، اللحظات الأخيرة ملفت والساعي، ولكن الساعي سعى بدوره، انطلق بناموس هذا الشوط واللحظات، اللحظات الأخيرة، الساعي، الساعي قاد المجموعة، أهالي العين هم الأقرب، هم الأقرب لسلامات هذا الشوط مع تحديات الساعي وسعيد بن حمد بدليلة بالويعة العامري، من يتابع، من يتابع، من يتابع هذا الانطلاق، سلام سلام الوقا سلام مع الأداء المثير ولحظات وصول الساعي إلى خط النهاية، تهانينا تهانينا لسعيد بن حمد بدليلة بالويعة العامري على فوز الساعي بالمركز الأول. المركز الثاني ملفت ناصر بن راشد اليابري، المركز الثالث أحمد بن سهيل بن دري الفلاحي، المركز الرابع ياتي غازي لسالم بن سعيد بن منانة، ومع المركز الخامس شاهين بشعار محمد بن سليم بصغير اللي حافي هذه النتيجة. مشاهدينا متابعينا الكرام لمراكزنا الخمسة المتقدمة، نعود بالتوقيت الزمني ولحظات وصول الساعي إلى خط النهاية، ياتي بتوقيت زمني مقدار هذه لحظات الوصول إلى خط النهاية، 7 دقائق بالتأكيد 33 ثانية 6 أجزاء من الثانية. تهانينا لسعيد بن حمد بالذيلة بالويع العامري على فوز الساعي بالمركز الأول، بينما اللي وصل مع المركز الثاني ياتي ملفت، 7 دقائق 34 ثانية 7 أجزاء من الثانية. تهانينا لناصر بن راشد بن سعيد اليابري، واللي وصل مع المركز الثالث ياتي المارد لأحمد بن سهيل بن دري الفلاحي، ياتي أيضا بتوقيت زمني مقداره 7 دقائق 35 ثانية، جزء 1 من الثانية. تهانينا للجميع والناموس.